يعني هي هذه ليست المرة الأولى، أكثر من مرة تحاول أطراف يعني رسمية، بعضها هي أطراف رسمية تنتمي إلى الحشد الشعبي، تنتمي إلى جهات أمنية، تحاول قدر المستطاع يعني إخراج قوة سرايا السلام، قوة سرايا السلام، مع العلم أنها قوة كما قلت هي قوة رسمية ومكانها موجود ومسجل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة، لكن للأسف هناك رغبة، هذا المكان فيما يبدو أنه مخطط له أن يتم إزاحة التيار الصدري، إزاحة سرايا السلام منه، ولكن واضح جدا أنه دائما ما تكون المحاولات يعني أي وشنو السبب دكتور؟ ليش يريدون يزيحون سرايا السلام من هذا المكان؟ وليش السرايا متمسكين بهذا المكان؟ يعني لا هنا النقطة، لا الطرف لا اللي ولكن موضوع هيك ينقري يعني أنا إذا كنت غلطان دكتور فدوى اسمح لي، ينقري إلى أنه الطرف اللي يريد أن يبعد سرايا السلام من هذا المكان هو متخوف من تظاهرات قادمة بأقرب نقطة من المنطقة الخضراء، والطرف المتمسك بالمطعم التركي لا يشوفها نقطة استراتيجية ممكن أن يحمي متظاهري حال توجههم إلى المنطقة الخضراء. وبالتالي نعم بالضبط أنا أتفق إلى حد كبير مع رؤية حضرتك. يعني مكان هذه القاعدة في المنطقة التركي يعني للأسف لديها يعني مخاوف لدى القوى السياسية من أنها ربما تستثمر مرة أخرى لتوفير حماية إذا ما حصلت تظاهرات مرة أخرى كما حصل في عام 2019-2020. وبالتالي واضح أن هناك يعني خطة بعيدة، مثل ما موجودة خطة بعيدة سياسية أكو خطة بعيدة لإزاحة سرايا السلام عن هذه الأماكن لأنها ربما توفر حماية في حال حصول تظاهرات. وأنا لا أعتقد أن التيار الصدري يدعم تظاهرات بالنهاية كما قلت أن التيار الصدري قراراته مركزية، ولكن يعني وجود التيار الصدري يوفر بالنتيجة ضمانات وأمان للقوى المدنية، القوى يعني قوى تشرين إذا ما عادت مرة أخرى إلى الواجهة. طيب تشرين أو عاشوراء يعني ممكن بالأيام القادمة؟ ممكن. ممكن.